التوبة رجوع إلى الله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور. وعلى التائب أن يعرف أجناس ما يتاب إلى الله منه، أجناس ما يتاب إلى الله منه، وهي أنواع الذنوب. قد ذكر العلماء أن أجناس الذنوب 12 جنسا، وهي الشرك والكفر والنفاق والفسوق والعصيان والإثم والعدوان والفحشاء والمنكر والبغي والقول على الله بغير علم واتباع غير سبيل المؤمنين. وتحت كل جنس يدخل أفراد كثيرة جدا. فيجتهد المؤمن في معرفة الذنوب لغرض تركها والبعد عنها، يعرفها ويعرف أخطارها وأضرارها. ولهذا من النافع جدا أن يقرأ المسلم كتاب الكبائر للذهبي، ومن أنفع ما يكون مما كتب في هذا الباب، فبين أنواع كثيرة من الذنوب والعقوبات التي تتعلق بكل ذنب، فيعرف حتى يكون في هذه المعرفة معونة له على التوبة والإنابة إلى الله.